جلسات قراءة المشاعر في الأشعة المقطعية هي جلسات بنقدمها عشان تساعد العميل على إن هو يقدر يعرف سلوكياته ومشاكله اللي بيتعرض ليها في الحياة، لأن الحقيقة كل حاجة البني آدم بيعيشها بتتسجل في دماغه، وخصوصاً المواقف القاسية أو المؤلمة اللي مر بيها في حياته. كل ما كان البني آدم عنده تصرفات مش فاهم هو بيعملها ليه، مشاكل في حياته مش عارف يحلها، كل ما كان بيبقى محتاج حد يساعده وحد يدله يحل مشاكله دي إزاي. قراءة المشاعر من الأشعة المقطعية على الدماغ دي بتأثر كتير قوي في الوقت والجهد بتاع العميل اللي عنده رحلة مع نفسه عايز يوصل فيها لأسباب حاجات كتير أو أزمات كتير بيمر بيها في حياته وهو مش عارف لها سبب. قراءة المشاعر في الأشعة المقطعية تختلف كتير عن أي جلسة علاجية أو جلسة تشخيصية في مجال العلاج بشكل عام. أي حد بيقدم أي نوع من العلاج بياخد وقت طويل في تحليل وتشخيص المشكلة بتاعت العميل. الميزة في الأشعة المقطعية على الدماغ إن إحنا بنشوف بشكل محدد وواضح سبب المشكلة بتاعته جاي منين بالظبط ومن دماغ العميل نفسه، فهي بتقدم دليل مادي ملموس على المشكلة اللي هو عايشها. جلسة قراءة المشاعر في الأشعة المقطعية جلسة مفيدة جداً وبتوفر وقت كبير قوي. أي نوع من المعالجين سواء العلاج بالطاقة، العلاج النفسي، المعرفي السلوكي، ممارسين الميتا هيلث، المعالجين بالطب التصنيفي هتساعده في أنه هو يوفر عدد كبير من الجلسات لتشخيص المشكلة، لأن أحياناً كتيرة العميل ما بيبقاش قادر يحدد سبب مشكلته. المشكلة دي ممكن تكون مشكلة نفسية أو سلوكية أو مشكلة من مشاكل العلاقات في حياته، أي مشكلة كمان عضوية في جسمه، عنده بيعاني منه وتردد على أنواع كتير من الدكاترة ومحدش عارف يفيده. المشاكل دي احنا بنقدر نعرف أسبابها لأنها موجودة فعلا في دماغ كل بني آدم مننا. غالبا من جلسة واحدة بنقدر نحدد بدقة سبب المشكلة اللي بيعاني منها العميل. السبب ده لما العميل بيعرفه بيحل جزء كبير من المشكلة. قالوا زمان كده إذا عرف السبب بطل العجب، فدي بتريح العميل مبدئيا إنه عارف إن مشكلته حقيقية ليها سبب والسبب موجود اهو، فدي أول نقطة في طريق العلاج. تاني حاجة لما بيتواصل مع مشاعره اللي هو اتعرف عليها من خلال الأشعة المقطعية بيقطع شوط تاني كبير في إن هو يتشافى من المشكلة، لأنه بيسمح لنفسه بشعور مشاعره دي، خلاص هو عارف سبب المشكلة وعارف إن حلها في إيده، فبتوفر كمان وقت كبير من وقت العلاج، لأن ممكن بعد جلسة واحدة، وده حصل كتير مع عملائنا، هم حطوا إيديهم على المشكلة وحلوها وإحنا جوه الجلسة. ميزة كبيرة جداً في جلسة قراءة المشاعر على الأشعة المقطعية إن هي دلوقتي بنوفرها أونلاين. كنا زمان بنحتاج لتقنيات قديمة عشان نعرف نقرأ الأشعة، فكان لازم العميل يبقى موجود معانا والأشعة نفسها موجودة معانا. دلوقتي إحنا في المركز بنستخدم تقنية حديثة، نقدر نرفع الأشعة على ويب سايت من أي مكان في العالم ونقدم الجلسة عبر أي برنامج على الإنترنت. بنتواصل فيها مع العميل، يعني عندي عملاء في كندا، عملاء في الإمارات، في الكويت، في السعودية، في هولندا، في أي حتة العميل بيرفع الأشعة من مكانه، وبعمل معاه الجلسة على الإنترنت، وبتبقى مفيدة جدا ومريحة كمان للعميل إن هو ما تكلفش لا تذاكر سفر ولا وقت كبير اتحرك فيه من بيته عشان يجي ياخد جلسة زي دي. دماغ كل إنسان بتتكون من 4 طبقات، كل طبقة ليها شعور معين أو مرتبطة بنوعية معينة من المشاعر. في جلسة قراءة المشاعر في الأشعة المقطعية على الدماغ أنا بقدر أشوف خريطة كاملة بتربط بين التركيبات الشعورية المختلفة اللي نتجت عن كل المواقف المؤثرة في حياة العميل ووصلته لحالة سلوكية معينة عايشها النهارده.